قضية كربلاء ما كانت تجليا لقيمة واحدة وإنما كانت تجليا لمختلف أنواع القيم التي نحتاج إليها ويحتاج إليها المجتمع ويحتاج إليها العالم مختلف انواع القيم المجتمع ما يمكن ان يعيش بلا قيم الفرد لا يمكن ان يعيش بلا قيم قيمه الوفاء متمثلا مثلا في موقف أبي الفضل العباس صلوات الله عليه حين رمى الماء على الماء قيمة التوبة هذه القيمة التي نحتاج إليها جميعا في كل حال متمثلة في موقف الحر. قال: اني اخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا اختار على الجنة شيئا. قيمة العبادة، هذه قيمة مهمة، يحتاج اليها الفرد، ويحتاج اليها المجتمع. باتوا في تلك الليله ولهم دوي كدوي النح ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد قيمه الدعاء الدعاء قيمه من القيم الانسانيه الساميه الإمام الحسين صلوات الله عليه مو فقط في عرفات دعا بذلك الدعاء دعاء عرفة المليء بالمضامين الشامخ حقيقة دعاء شامخ وبعض العلماء يقولون في كلمات هذا الدعاء إذا واحد يقرأه بتأمل وإمعان إشارة إلى مصرع الإمام الحسين صلوات الله عليه لاحظوا كلمات الدعاء كأن الإمام دا ينظر تلك الواقعة ويشير إلى تلك الواقعة الإمام الحسين صلوات الله عليه مو فقط في يوم عرفة قرأ دعاء عرفة وإنما حتى في مصرعه في تلك الساعات الأخيرة أو اللحظات الأخيرة لاحظوا الدعاء الذي كان يقرأه الإمام اللهم متعال المكان إلى آخر الكلمات من الأدعية المؤثرة الدعاء الذي قرأه الإمام في ساعاته الأخيرة أو لحظاته الأخيرة عندما كان مطروحا على الأرض شوفوا هذا الدعاء في كتب المقاتل قيمه الرضا قال الامام صلوات الله عليه ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى القيم الحضاريه اللي الان مهمه في الدنيا هذه القيم اللي الان الحضارات تدور حولها. قيمة الحرية: آليت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا. أنت حر كما سمتك أمك في موقف الحر. الأول في موقف مسلم بن عقيل. قيمة المساواة، الإمام الحسين وضع خده على خد علي الأكبر، ووضع خده على خد ذلك الغلام الأسود أو التركي. لا يفرق بين ولده وغلامه. قيمة الأخلاق، الان المسيحيه تحاول ان تلتهم العالم بقيمه الاخلاق شوفوا الكنائس ماذا تقول موقف الامام الحسين صلوات الله عليه مع عدوه مع الحر ومع جيشه الذين سقاهم الماء الاخلاق قيمه الاخلاق هذه القيم المتنوعه الى غيرها من القيم كلها تمثلت في قضيه كربلاء